افتعالات. طب المواد اللي احنا اتكلمنا عليها، هل في اي واحده منهم لها صله بتعيين ابناء القضاء او انا عدد كنت بس عايز اتكلم نسبه في النقطه دي 25 او تحديدا. 30% من مبنى اولا القضاء؟ دي الماده دي مش موجوده في القانون خالص، مفيش حاجه اسمها ان عين 30% والكلام والتوريث ومش التوريث. دي في رولز، في قواعد بتنظم قبول وكلاء النيابه. احد هذه القواعد هو التقدير، ده واحد. يعني انا ممكن يكون جايب امتياز وما يخش النيابه، لكن بيحطوا القانون اللي صدر سنه 2006 حاط حد ادنى الحصول على درجه جيد. يدعوا وهو ادعاء كاذب ان هناك من ابناء المستشارين من دخل الى النيابه من بعد صدور هذا القانون بتقدير اقل من جيد. وانا اتحدى واحنا على الهواء دلوقتي لو في وكيل نيابه واحد اتعين بدرجه اقل من جيد. في نسبه كبيره من ابناء القضاه فعلا تعينوا. هقول لحضرتك حاجه، لما يبقى على فكره هي مش نسبه كبيره خالص، هما 8%. يعني اذا كنت هتحسبي عدد ابناء المستشارين في القضاء كله لا يتجاوز 8%. ونشوف بقى ابناء المحامين، نشوفهم بنسبتهم هتلاقيها متجاوزه ال 14 و15%، اللي دخلوا النيابه المحامي اللي ابنه دخل النيابه. لكن انا عايز اقول نقطه صغيره، ان ابن المستشار لما يجتاز الاختبارات ويجتاز ويحصل على التقدير اقول له لا ما تخشش النيابه عشان انت ابن مستشار، ولا هو زيه زي غيره؟ هو زيه زي غيره. واكم من ابناء مستشارين قاعدين من دفعات 2008 و2009 و2007 وما دخلوش، وبيقولوا احنا عايزين نشغل ابناء لانهم حاصلين على جيد، لكن في بعض المقومات الاخرى مش متوافره. النهارده انا باخد التقدير الجيد اللي من عائله طيبه، مش ضروري ابن مستشار، اللي سيرته حسنه، اللي تصرفاته سليمه، اللي حالته النفسيه على مستوى عالي، واختبارات اخرى وعرض على دالجان من شيوخ القضاء هي اللي بتتولى الاختيار. احنا بيتقدم كل سنه للنيابه اكتر من 10,000 و15,000 واحد، بياخدوا منهم 200. انت واخده بالك من النسبه؟ طبعا ال 200 دول بقى فيهم مثلا 7-8 اولاد مستشارين. هم دول اللي مزعلين الدنيا، نقول لهم بقى لا ما تخشوش عشان انتوا اولاد مستشارين بقى، يعني روحوا بقى شوفوا اي حاجه تانية. انا على فكره ابني ما دخلش النيابه، هو خريج حقوق. حقوق؟ طب من وجهه نظر حضرتك الازمه دي تتحل ازاي بما يضمن حق الطرفين؟ مفيش اصلا، يعني انت عشان تطالبي بحق لازم يكون ليك هذا الحق. انت بتطالبي باي حق؟ حق اذا كان انا بقول لك دلوقتي الماده 18 شيخ القضاء قال لك مش هنتناقش فيها، يبقى فين حقكم؟ يبقى انت بتدعي بايه؟ انت بتقول وبتدعي ان الماده 18 دي علشان حصانه المحامي وضمانه ان لو المحامي تجاوز امام المحكمه القاضي يقبض عليه. لا طبعا، هو مش المقصود هذا على الاطلاق. الماده 18 موجوده في القانون، موجوده في القانون. الاعتداءات على المحاكم يا استاذه بقت لا حدود لها. القاضي بيحاصر جوه محكمته، بيحاصر جوه مكتبه، في محامين بتقفل المحاكم بالجنازير و الى اخره. فقال لك اللي بيخل بنظام الجلسه عند وجود اخلال بنظام الجلسه، مش اعتداء، اخلال بنظام الجلسه، ممكن المحامي يعتدي على المحامي اللي زميله. يعني ممكن المحامي يعتدي على زميله المحامي، ممكن المتهم يعتدي على المتهم الاخر، اي اخلال بنظام الجلسه، لان رئيس الدايره او رئيس الجلسه هو اللي منوط به حمايتها وادارتها. فإذا حصل إخلال بنظام الجلسة فله الحق أن يقبض على من أخل بنظام الجلسة. من يقدر يحبس المحامي؟ لا ما يقدرش يحبسه. لا 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 لا، ده قول مغلوط. هو المادة بتقول إيه؟ أن يلقي القبض عليه ويحيله إلى النيابة للتحقيق معه. أنا كل الحكاية إن أنا باخده أيا كان بقى وبوديه للنيابة، النيابة بتحقق عادي خالص. والمادة كانت مستحدثة. النهاردة عشان بس نبقى واضحين، لو عضو مجلس الشعب كان زمان، حتى الافلام بتاعت السينما بتقول لك ده معاه الحصانه والبتاع عضو مجلس الشعب يقبض عليه، الا في حاله التلبس. لما يبقى فيه متهم
بحالة تلبس متلبس بالجريمة يقبض عليه، لو قاضي لو مستشار لو عضو مجلس الشعب، طالما في حالة تلبس يتم القبض عليه. ده مش القاضي اللي بيقبض عليه بقى، ده الراجل الضبطية القضائية اللي بيقبض عليه. يبقى الجريمة اللي بتحصل الإخلال بالجلسة دي جريمة، وفي حالة تلبس يبقى يتم القبض على من ارتكب هذه الجريمة أيا كان، ويروح النيابة، النيابة تحقق، ممكن النيابة تمشيه وتحبسه بعد التحقيق وليس قبض وحبس وإلى آخره. يعني كان بيتم التصرف مع هذا الموقف قبل كده بنفس الطريقة، كان بقى قبل كده قبل ما يحصل التجاوزات الكثيرة دي كان بيحصل إيه؟ إن بيتم كتابة مذكرة وإرسالها للنيابة، والنيابة بتأمر بالقبض على من ارتكب الإخلال بالجلسة، بدل من يبقى بقى بتأمر بالقبض بقى المستشار بيأمر بالقبض. وعايز كلمة أخيرة علشان أعرف إن هتقولوا لي الوقت وكلام من ده، فكلمة أخيرة. القاضي وهو على المنصة يقدر قيمة الأشياء ويحكم، ويصل حكمه إلى أن يحكم بالإعدام. مش هيقدر يقدر إذا كان هناك إخلال بالجلسة ولا لا، اللي هيحكم بإعدام إنسان أيا كان الإنسان ده هيحكم عليه بالإعدام، روح هتطير. مش هيقدر يقول ده أخلي بالجلسة ولا ما أخليش بالجلسة علشان يقبض عليه، يعني ما مش منطقي. ما هو بقى قاضي ليه؟ وما حدش بيجلس على هذه المنصة إلا لما يكون مقوم له إن هو يحكم، يعني دي ولاية مش وظيفة مش مهنة. بس مستشار أكثر من البغداد، نشكر حضرتك على وجودك معنا، ونتمنى إن شاء الله الأزمة تتحل بسرعة، لأن القضاء لو انهار الدولة بتنهار، فإحنا محتاجين هم يحلوها معنا، ونتمنى. وإحنا يعني عايز أقول حاجة، مش هم يحلوها، إحنا نحلها. يعني الحل، علشان أصل الأمور وصلت إلى مرحلة يعني متشابكة للغاية، مفيش تنازلات. يعني ما ينفعش إن إحنا نتنازل. الموضوع في إيد المجلس العسكري، وهو الذي يستطيع أن يحمي القضاء ويستطيع أن يحمي العدالة ودور العدالة، وحتى يستطيع القاضي أن يؤدي رسالته. سيادة المستشار بنشكر حضرتك جدا، وأعتقد لسه معانا تقرير دلوقتي اسمه بالمصري أكون، نشوف التقرير نرجع نكمل فقراتنا.